الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقد حرص الإسلام حرصا بالغا على عمارة الكون، فالدين فن صناعة الحياة، فشرع النكاح حفظا للنسل والنسب معا، وحرم الزنا منعا لاختلاط الأنساب، كما حرم نسبة الإنسان إلى غير أبويه، فقال سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لأن الإسلام حريص على حفظ الأنساب وحفظ الأعراض، والعرض مسألة حرص عليها العرب في جاهليتهم قبل إسلامهم، حتى أين الشاعر اليهودي السموأل بن عادياء يقول: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه الجميل. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل، وإن أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن السناء سبيل. ويقول عنترة العبسي: لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ويقول الشنفار الجاهلي أيضا: وأستف تُرب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. ويقول البارودي: خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. ويقول الآخر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولحفظ العرض شرع الإسلام عقوبة الزنا لمن يخوض في أعراض الناس، وأيضا شرع حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الموبقات، أي المهلكات 7. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وأعد الخوض في الأعراض إفكا، فقال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وقال سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما أمر عباده المؤمنين والمؤمنات بغض البصر حفظا للأعراض، وحفظا للحياء، وحفظا للقيم،
وحفظا للأخلاق. ما أحوجنا إلى هذه القيم الراقية، أن نحفظ أعرادنا وأن نحفظ أنسابنا وأن نحفظ أبصارنا وأن نحفظ فروجنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأوفوا إذا وعدتم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. نسأل الله أن نكون منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.